أما الجانب الألماني واللي مثله جوزيف كايزر وهو طبعا المدير التنفيذي ورئيس شركة سيمنز الألمانية، فوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية على مساعدته في إنشاء المحطات الكهربية العملاقة، وقال للرئيس: كنت المفاوض الأفضل اللي قابلته على الإطلاق. نسمع جزء من كلمة رئيس شركة سيمنز. شكرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رغبتكم في إطلاق هذا المشروع، ليس بسبب أنكم تريدون أن تقوموا بشيء لنفسكم ولكن لشعبكم، لجعل دولتكم أفضل. اليوم وقمنا بذلك في الوقت المناسب. هناك مقولة في ألمانيا وهي تقول: لا يوجد أحد رائع على الإطلاق، ولكن كفريق يمكننا أن نقول أن نكون كذلك، ولذلك كفريق فنحن شركاء رائعين. ولكن الفريق الرائع يحتاج لأن يكون لديه قيادة رائعة. السيد الرئيس، لقد قمتم بذلك لفائدة شعبكم، وبالمناسبة لقد كنت المفاوض الأفضل الذي قابلته على الإطلاق.